بارك الله فيكم. مع موعد متجدد مع فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى شاهين، يعيش معنا هذه اللحظات المباركات في هذه المحاضرة بعنوان كيف نتدبر القرآن، ونحن بحاجة إلى هذا العنوان خاصة في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحقيقة إن إحنا بنعيش في الغرب والمسلم في الغرب مختلف إلى حد كبير جداً عن المسلم في الشرق. المسلم في الشرق عنده البيئة التي تعينه، وعنده الجو الطيب، عنده المسجد بجواره يستطيع يسمع الأذان 5 أوقات يومياً. إنما المسلم في الغرب لا يجوز له ما يحدث مع المسلم في الشرق، فلربما كنا نقرأ القرآن من قبل ذلك وبنحاول نختم القرآن في هذا الشهر الفضيل المبارك، ولكن الحقيقة الآن الأمر مختلف كثير بالنسبة لنا نحن في الغرب، لأن احنا علينا أعباء أضخم جدا جدا، خاصة لمن يعيش في البلاد الغربية وتحديدا لأسرنا والأولادنا. والحقيقة القرآن معيا لا ينضب، وإحنا كمسلمين عندنا تقصير شديد جدا في هذه النقطة. وأنا بأمانة شديدة جدا كل ما أقرأ القرآن أستشعر له بمعنى جديد تماما له. والحقيقة إن كثير جدا من الإخوة الذين لا ينطقون العربية يحسدوننا نحن العرب على أن القرآن باللغة العربية، فيشعرون أننا مميزين أو أننا مميزون في معرفتنا بالقرآن الكريم. واقع الحال أن احنا أيضا بعيدين تماما عن فهم القرآن. والحال أقول هذا الكلام لأن احنا لو أننا استوعبنا القرآن كما استوعبه الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغير حالهم. العرب قبيل الإسلام كانوا في صحراء جرداء لا قيمة لهم، يتقاتلون على أتفه الأمور، لم يكن لهم وزن على المستوى العالمي بين حضارة الروم وحضارة الفرس. وفي سنوات معدودة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وكتاب الله أنزل عليه، فتحولت هؤلاء العرب الذين كانوا يتقاتلون على الناقة وغيرها إلى أن أصبحوا قوة عظمى وتنهار أمامهم الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. فالقرآن فيه أسرار كشفت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلم تكشف لنا الأسرار. والحقيقة أنا هقول لكم مزحة جميلة جدا حدثت مع أحد الأطباء، ذكرها الدكتور فاضل سليمان حتى ننسب العلم لأهله. يقول أن لي قريب في الصعيد ذهب إلى طبيب الأذن فأعطاه بعض الكبسولات علشان الألم اللي عنده في الأذن، فما كان من المريض إلى أنه رجع للطبيب بعد يومين وقال له أنا أذني للأسف بقت أسوأ، والعلاج اللي انت كتبته لي كله سيء جدا، وانا مش عارف الاذن بتاعتي في حاله وضع سيء جدا. فالطبيب بيقول للمريض المفروض تنتظر اسبوع حتى نرى ثمره الدواء، ولكن الطبيب فوجئ بان المريض حشى الحبوب في اذنه، بدا يحط كل يوم حبايه يضعها في اذنه. فبطبيعه الحال المرض اشتد سوءا، ولم يستطع هذا المريض طبعا ان هو حتى يصبر لنهاية الأسبوع. فأنا بضرب هذا المثل لقضية القرآن. الحقيقة ان احنا بنتعامل مع القرآن مش على انه دواء،
نحن نتعامل مع القرآن بسطحية شديدة جدا. وأنا الحقيقة أتحدث للعرب تحديدا، نحن الذين خصنا الله عز وجل وقال في حقنا أن الله أنزل إلينا كتابا بلسان عربي مبين للعرب، وقال في آية أخرى فيه ذكركم أفلا تعقلون، إن باللغة العربية العالم كله تجد الكل يتسابق حتى الآن يتعلم اللغة العربية، خاصة لمن دخل الإسلام في مثل هذه البلاد. الله عز وجل قال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هل أنتم تدبرتوا القرآن؟ طب إيه تدبر القرآن؟ أنا أحدكم مثال بسيط جدا عني أنا، قرابة 50 سنة ونحن نقرأ القرآن فاستوقفتنا آية الله عز وجل كان يتحدث عن سيدنا نوح، فسيدنا نوح هو يصنع المركب، فالله عز وجل قال ذات ألواح ودسر، فأنا استوقفتني كلمة دسر، ما معنى الدسر؟ فوجئت أن معنى كلمة الدسر هي المسامير. قلت سبحان الله 50 سنة في الإسلام وأنت مسلم وأنت عمرك ما تعرف هذا المعنى. طيب أمال اللي واقف وراء الإمام وهو يتلو القرآن وللأسف الشديد وهو لا يعرف معنى الآيات التي تتلى. ابني بيسألني عن قوم ثمود، ما بالك إن أنا أتعايش مع أولادي بهذا المعنى، إن أنا أتعايش مع أولادي وأشرح لأولادي، خاصة الحمد لله إن هنالك لنا الكثير الآن لنا ما نستطيع أن نقدمه لأولادنا حتى يفقهوا القرآن ويتدبروا القرآن. يا حبذا لو جلست مع أولادك تعلمهم جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من هم قوم ثمود؟ هناك كثير جدا من الفيديوهات توري لك بيوت ثمود كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. هذه المعاني العظيمة وإدراك أماكن هذه الأماكن مهم جدا لنا كمسلمين. وإحنا للأسف الشديد أهملنا قضية القرآن وأصبحنا نتسابق في قضية الحفظ، وأنا لا أقلل أبدا من قضية حفظ كتاب الله، بالعكس أنا شايف أن حفظ كتاب الله هو سبب من أسباب تفوق أي ابن من أبنائنا أو لأي مسلم من المسلمين. لكن ربنا عز وجل كفل القرآن بالحفظ وقال في حق إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. لكن تدبر الآيات اللي أنا عايز أقوله لإخواننا والأخوات جميعا، قضية تدبر القرآن اللي ربنا قال يعني في كثير من الآيات في قضية التدبر القرآن، لكن ما يسوءك إن المسلمين والعرب تحديدا لا تتدبر القرآن ولا تعرف حتى معاني القرآن. وربنا قال في حقه كثير جدا من الآيات إن إحنا نكون أولى الناس بها، فإزاي المسلم الآن يا أخواننا يعيش بدون ما يتدبر القرآن؟ مثلا قرأت في سورة البقرة ماذا حدث مع بني إسرائيل، ماذا حدث مع سيدنا موسى. والله يا أخواننا أنا بقول لحضراتكم لأن إحنا للأسف قصرنا تقصير كبير جدا، كنت أستمع للشيخ الشعراوي وكان بيتكلم في آية بسيطة جدا بتمر عليك ليلة نهار، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات. فالشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال كلام في غاية العجب، قال لماذا لا نحسب العام أو الشهر أو السنة بالتاريخ الشمسي، ليه ما نستخدمش الشمس في الحسابات، وليه المسلمين بتبدأ حساباتها بالليل، النهاردة أول ليلة في رمضان وبنبدأ نصلي التراويح في أول ليلة من رمضان ليه؟ قال لك لأن الشمس ثابتة في الحجم في كل شيء في مطلع كل يوم، لكن القمر مختلف. فالعرب أو غير العرب من قبل آلاف السنين كان يعرف النهاردة أول يوم في الشهر، تاني يوم في الشهر، والنهاردة منتصف الشهر، والهلال تم الهلال ثم بدأ ينقص ينقص ينقص. هذا التدبر في معاني كتاب الله عز وجل
نحن كمسلمين في حاجة ماسة جدا إن احنا نتدبر. فأنا أوصيكم وأوصي نفسي، أنا لا أريد أن أطيل عليكم أخويا فضيلة الدكتور إبراهيم، يعني مخلي لكم دروس بين كل درس ودرس، لكن أنا اللي أنا أحبه والله خاصة للعرب، للعرب والله، لأن هذا ما يؤسفني أننا نقرأ بلا فهم وبلا وعي ونتسابق في الحفظ، مع أني تجد أن سيدنا عبد الله بن عباس عليه رحمة الله رضي الله عنهم أجمعين، سيدنا عبد الله بن عباس قاعد يحفظ في سورة البقرة 7 سنوات ولم يكن ينتقل من آية إلى آية حتى يطبقوها ويعرفوا معناها، إنما إحنا بنحفظ بس بدون فهم. طبعا ده عمل عندنا مشاكل خطيرة جدا في إن إحنا عدم الفهم، بدأت الناس تجد بعض سلوك سيء لبعض المسلمين من حافظ كتاب الله أو غيره ممن يدعون الإسلام لكن هو مش فاهم الإسلام. فهي دعوة جديدة لفهم الإسلام، مش شرط إنك أنت تقرأ في اليوم 5 أجزاء، إن شاء الله تقرأ الجزء بتاعك وتجلس فترة مع أولادك في التفسير، في قصة من قصص القرآن. أعتقد إن هذا يكون له أكثر ثمرة لنا في أسرنا وفي بيوتنا. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل أخونا الدكتور إبراهيم. جزاكم الله خير حبيبنا الدكتور، جزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التدبر. فالتدبر في حياة المؤمنين هو ورد يومي، ويعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جزاكم الله خير أستاذنا الدكتور وبارك الله فيك، وإن شاء الله موعد لا ينقطع بيننا وبينكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. خطبكم الآن مقبلين على وقت المغرب إن شاء الله، فلا تنسونا من صالح الدعاء، وكذلك نحن إن شاء الله نترك في دعائنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير في أمان الله. الله يحفظكم، جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبارك مع الناس، أسأل الله أن يتقبل منكم في خدمة الجالية وخدمة الناس، أسأل الله ربنا يتقبل وينفع بكم إن شاء الله دائما. أسأل الله القبول، جزاكم الله خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليك سعادة الله وبركاته.